الو، السلام عليكم. اليوم جيت باش نتكلم لكم على واحد الموضوع ديال شي ديال الكارديناج. هو شي ديال الكارديناج، انا كاري واحد الباركينغ امام مقاطعه سيدي بلوط، كريتو في 2013، كريتو من عند واحد الشركه اللي كيسير واحد الشخص بثلاثه المليون و 250 الف فرانك في الشهر لمده ديال سنه. يعني المجموع ديال السنة هو 39 مليون في العام ديال شركة كتخدع السمسارة. من بعد هذاك السنة وقع نزاع ما بين جماعة الدار البيضاء وما بين الأرض اللي كاينة في وسط الباركينغ. يعني تمت عملية البطر، تقسم الباركينغ على جوج، هذاك النص تاع لواحد الشركة تاع لواحد اليهودي مغربي، والنص الآخر ديال جماعة الدار البيضاء. المربد الجماعي دور الرسم العقاري التي 2433 السي كيتواجد امام مقاطعه سيدي بليوت. هذاك الباركينغ عاود ملي تقسم الباركينغ اللي ودير عاود خديته ثاني بالصفقه، وكره ليا مليون ونص في الشهر 2014 لمده ديال سنه، كل شهر كيدي مليون ونص. سالت 2014 عاوتاني في 2015 نفس المشكل، مليون ونص في الشهر. 16 نفس المشكل ثاني، مليون ونص في الشهر. في 2017 نزلت السومه الكرائيه ل 5000 درهم للشهر. في 2018 كنت كنقول له ودي باش نتشارك انا وياه، كان شي صفقه ولا كان شي دلاله ولا شي حاجه، نتشارك انا وياه حكم الصداقه وداك الشيء اللي دوزينا بياتنا. قال لي غادي ننزل لك السومه الكرائيه ل 5000 درهم وتعطيني داك الفلوس اللي عندك. قلت لي عندي 30 مليون، خدا من عندي 30 مليون وبقينا خدامين كنعطيوه هذاك المبلغ ديال 5000 درهم. فاش في 2023 كنطلب ليه رخصه، كنقول له ودي رخصه رخصه رخصه، كيقول لك اسيدي انت مالك اش بغيتي رخصه، انا الا كان شي حاجه انا نحميك، ما كاين تخافش، خدام اسيدي على راسك. ديما كنهضر معاه بحال هكاك، حنا تجاب لي البوليس، تخلص هو في الشهر في نهار 15/6، نهار 16/6 تجاب لي البوليس. منين جاو البوليس قالوا لي ودي راه نتوما عندكم نزاع مدني، راه ماشي مضاربين ولا شي حاجه، حاولوا ترونجيوكم. دار شي اتصال هاتفي عاود هزونا داونا لدائره الروداني. منين دخلنا لدائره الروداني دار لنا محضر ودفعونا للمحكمه. المحكمه قالت لي ودي سير تفاهم، ما سيروا تفاهموا بعضياتكم، تفاهموا هادشي راه ماشي شي حاجه صعيبه. من بعد ثاني دار لي محضر اخر ودار لي خيانه الامانه، فهمتي ليك؟ وملي دار لي خيانة الأمانة، المشكل هو داك السيد ملي دفع الوراق ما عندوش الرخصة ديال الباركينغ، عنده رخصة ديال الشارع. الرخصة الرقم ديالها هو 4058، تتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لغرض حراسة السيارات والدراجات المركونة بجانب الطريق. وهذا الموقع ديال هاد الرخصة هذيك كيتواجد فين؟ الموقع الكائن بشارع انفا من محطة الحافلة العمارة 49. يعني هذيك وكتخلص ب 3 درهم للمتر طولي، هي كاين هنا في هذه الرخصة كتخلص ب 3 درهم للمتر طولي، وكتجدد سنوية. أما المرابيد ما كيتجدوش، كيدوزو في الصفقة، فهمتيني؟ ورئيسة المقاطعة حتى هي راه عندي التفويض ديالها، كتقول لك أودي عندي تجديد، عندي التفويض من رئيسة جامعة الدار البيضاء في التفويض ديالها في تجديد الرخص الفردية ديال الأزقة والشوارع اقل من 20 متر. اما بالنسبه للمرابيد فهم من اختصاصات جامعه الدار البيضاء، كيخدموا كيخدعوا لابيل دوفر. ومن بعد هذا السيد هذا داني فاش مشينا للبوليس داروا لي محضر ديال خيانه الامانه، رغم انني حضرت البوليس ديال دائره روداني، حضرتهم قلت لهم الله يجزيكم بخير، هذه راه رخصه ديال الشارع راه ماشي ديال الباركينغ، خرجوا سيروا شوفوا ديروا معاينه ديالكم في 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 المحطه اللي كاين اللي كيدعي هو بان هذه الرخصه ديالها. قالوا لي هذاك الشيء شغلنا، هذا ماشي شغلك انت، حنا كنديروا خدمتنا. فعلا داروا خدمتهم، صوبوا المحاضر طرزوهم وقادوهم ودفعوني للمحكمه، وحكمات عليا المحكمه ب 8 شهور ديال الحبس، فهمتيني؟ وانا دابا جيت من هذا المنبر هذا كنادي للناس المسؤولين، من بينهم هو السيد المدير العام للامن الوطني، باش الله يجزيه بخير، راه معروف في النزاهه ديالو في خدمته. هانتوما باش تعرفوا كاين واحد الصوره هي كتبين هنا، كتبين الباركينغ. ها الباركينغ ها هويا، وها ها مقاطعه سيدي بلوط، ها هو فين عنده الرخصه، هنا عنده من مولاي يوسف لهيه، هاي رقم 49، ها هو هاي كي كتبان لكم الصوره هنايا، ها الرخصه ديالو هو، وحنا عندنا المحطه اللي عندنا فيها نزاع هنا، يعني الفرق قاطعنا مولاي يوسف، ها هو
هانتوما كتشوفوها. وكنطلبوا من السيد المدير العام باش يدير معنا تحقيق، يعاود معنا تحقيق من جديد، فهمتيني، يعاود يحقق معنا من جديد، فهمتيني. ها القرار، ها هو كاين القرار الجبائي ديال جماعه الدار البيضاء، حتى هو ها هو كاين، ها انت كتشوف فيها قرار جبائي ديال جماعه الدار البيضاء. ها هنا فيه المرابيد، ها هما كاينين المرابيد هنايا، اما هنا المرابيد اللي مذكورين هما كاينين، اما هنا دايرين هنا اما اماكن حراسه السيارات والدراجات التي لا ترقى الى مستوى المرابيد السالفه الذكر والتي تكون موضوع ترخيص سنوي، يعني ترخيص محدده في 3 دراهم للمتر. هادو راه ما متابعينش هاد الرخصه ديالو، ماشي ديال المزاد. والله يجازيكم بخير، كنطلبوا من السيد المدير العام للامن الوطني باش يتدخل ويحقق معايا انا، ويحقق معاه هو، ويحقق تاع الناس ديال الجامعه ديال سيدي بلوط ولا ديال مجلس المدينه، ويتاكدوا من هذه الرخصه واش فعلا انا كنكذب ولا هو اللي كيكذب. الا كان هو كيكذب راه خصو يتعاقب وخصني البراءه ديالي. بالنسبه للرخصه، الرخصه اللي كاينه هنا عندي انا، كاين عنده هو السميه ديالو كنيته، ولكن الرقم ديال المرق، ديال المرق، رقم في الرخصه، الرخصه فيها رقم بطاقه الوطني ديال المرق، وهو الاسم ديالو هو والعنوان ديالو. وبالنسبه للشهود، واحد ما عندوش البطاقه الوطنيه وتصنتوا ليه في الكوميساريه، تصنتوا ليه في دائره الروداني، تصنتوا ليه، ولكن في المحكمه رفضاتوا. علاش؟ ما عندوش البطاقه الوطنيه، ما كيتوفرش على البطاقه الوطنيه، راه كيف يعقل باش يدار يتصنتوا ليه البوليس وهو ما عندوش البطاقه الوطنيه؟ راه ممنوع، خصوش يتصنتوا ليه. الله يجزيكم بخير، كنطلب من السيد المدير العام الامن الوطني باش يتدخل ويجي ويستدعينا كاملين، وكل واحد يتناقش. انا ما كرهتش شي 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 فرقه وطنيه ديال تكون فيها النزاهه خارج الدار البيضاء، خارج الدار البيضاء، ما يكونش هنايا ديال الكازا، فهمتيني، ناس يكونوا ديال لا دي اس تي ولا الناس ديال لا ار جي ولا الشرطه العلميه، لانه هادشي راه الوثائق راه كيبغيو الناس ديال العلم، ما يكونوش ديال الفقهاء، يكون الشرطة العلمية، يعني الناس اللي كيهضروا بالعلم، يقراوا هاد الوراق ويضبطوهم، يشوفوا الأماكن اللي كاينين، كل بلاصة يمشيو ليها ويدخلوا المكاتب يقلبوهم، يشوفوا هاد الناس اللي عندهم المسؤولين ديال تدبير الملك العمومي ورؤساء المقاطعات، ويهضروا معاهم ويشوفوا التفويض ويشوفوا كاع الوثائق كلهم. هما عندنا هنا وناهزهم معايا، الله يجزيكم بخير، وسيرتو مدير العام الأمن الوطني سي الحموشي، الله يجزيك بخير. حاولت تشوف لي هاد المحضر ديالي، تحكمت بثمان شهور ديال الحبس، راه لا يعقل نتحكم انا بالحبس وانا مظلوم، عندينك. الله يجزيك بخير، الله يرحم لكم الوالدين، المسؤولين، المسؤولين ديال المغرب، انتم كتسمعوا حقوق الانسان ولا المجلس الاعلى للحسابات ولا اي مسؤول يجي يحقق معايا في هذا الشيء. راه المال العام كيضيع، راه المال العام كيضيع، راه الفلوس كتضيع ديال الدوله وديال المواطن وديال الشعب. الله يرحم لكم الوالدين، لما داروا معايا شي حل، جي وشوفوا الوثائق اللي عندي انا، استدعوني انا، مرحبا، التليفون ديالي كاين في الجريده، خذوا من الجريده التليفون ديالي واستدعوني، وانا راه الاشاره اللي بغيتوها نديرها معكم، اي وثيقه بغيتوها نخرجوا لعين المكان، نجيبوا كاع المسؤولين اللي مسؤولين على الشرطه العلميه يدوروا يشوفوا. الله يجزيكم بخير. اخر كلمه هو كنطلب من السيد المدير العام الامن الوطني سي الحموشي يتدخل ويفك لنا هذه المشكله ويعطوني البراءه ديالي، وشكرا.